السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا عمنا؟ مخبي نفسك مننا ليه؟ مخبي نفسي فين؟ انت بتعوزي بتلاقيني. ايه عايزني فين؟ انا جاي اشتكي لك يحيى. لا تظهر هتخليني اكره الواد ده. عمل لك ايه تاني؟ مش مكفي انه بيرفع عليا في المزاد، لا. ده كمان بيلم الحديد اللي في الوكالة كله ويبيعه للناس بتراب الفلوس، ويجي عندي انا عايز يبيعولي الطقطقين وتلاتة. طب هدي نفسك، هدي نفسك. سيب الموضوع ده عليا، انا هخلصهولك. انا عايزك في موضوع تاني. خير؟ ايه؟ نهواني ما وحشتكش؟ لا ما وحشتنيش. ايه؟ بس النسوان اللي عندها وحشوني. ايوه كده فكام. السلام عليكم. سلام السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش ناقصين مشاكل؟ ابدا. اصل وانا داخل كده سمعت سيرتي ولقيتكم بتضحكوا قوي، فقلت ما تضحكوني معاكم، محتاج انا اضحك برضه. واضح كده ان المعلم ادهم مبسوط حبتين، صح؟ لا لا لا، عمك ادهم هيبقى زعلان منك. واكيد المره دي ما يقصدش يعني، وحاسس انه صغير ونفسه يجرب يبقى كبير. اجرب ابقى كبير؟ طيب ادي الوكاله وادي الحديد، واللي عاوز يشتغل يشتغل، يعني ادي الجمل وادي الجمال. ورونا بقى شغلكم يا كبار. السلام عليكم. ايه رايح فين؟ هكون رايح فين؟ رايح مشوار. سلام يا كبير. اتفضلي. ميرسي. عفوا. ايه؟ مالك قاعدة بعيد كده ليه؟ ما تقربي شوية. هو أنت عايز إيه بالظبط؟ إيه عايز إيه؟ هكون عايز إيه يعني؟ أصل الحكاية بتبتدي بالقرب، بعدين بتخلص بالتلزيق، فياريت تقولي انت عايز ايه بدل ما حد فينا يفاجئ التاني بحاجة مش متوقعة. هاتي ايدك. ليه؟ هتقرالي الكف؟ يا ستي هاتي ايدك وانا هاكلها. اتفضل. بص يا ستي، احنا زي اي اتنين بيتعرفوا على بعض، قدامنا اربع احتمالات. يا اما نبقى اصحاب بجد، يا إما ما نعرفش بعض تاني، يا إما نبقى على علاقة سطحية، يا إما نقع في حب بعض. ونسيت الخمسة اللي هي؟ إنهم يهزقوا بعض، يمسحوا بكرامة بعض الأرض. هو إحنا هنستهبل يا يحيى؟ دي تاني مرة نتقابل فيها. بس على فكرة أنت لو ما كنتش مستريحة لي ما كنتيش جيتي تقابليني. هو أنت فاكر إن أنا بقابلك عشان مستريحة لك؟ ما اظنش انك لحياتي طاعي غرامي. واضح ان انت متسرع وبتنسى بسرعه. اول مره قلت لك ان انا عندي فضول، واول ما الفضول يخلص عندي هنعرف ساعتها احنا اني احتمال من الاربعه او الخمسه. ها قلت ايه يا يحيى؟ بصي، رغم انك مدب وكلامك زي الدبش، بس دي أحلى مرة سمعت فيها اسمي من بق حد. ما أنا عارف. أنت مجنونة رسمي. هو أنت لسه شفت جنين؟
جوزك في شقته القديمة مع واحدة مش ولا جد. بص علقة يا إنصاف، بقى بعد السنين دي كلها تبهدلني يا مجدي؟ من الأول وأنا شايفة عيوبك وساكتة، من أول ما شفتني كان شعري بيتجرجر ورايا، كانت عينيا بتذبح أي عين، السبتية كلها كانت تحت رجل، عمري ما شفتك إلا وإنت على ركبك بتحلف وتتحالف بيا، وأنا عيني على أخوك حبيته من أول نظرة، بس هو ما حبنيش، بوست على رجله، اتكبر عليا، طردني من الوكالة، هزقني، هزقني وهو مش عارف إن وجع الست صعب أوي، خصوصا لما تترمي من اللي بتحبه. أديني اتجوزتك وأنا ما بحبكش، وعملت اللي عليا معاك، ده أنت كنت في جرة وطلعت لبرة يا مجدي. طول عمرك بخيل وخواف، ده أنا اللي سخنتك وشديت حيلك على أخوك، وأنا اللي دبرت وعملت لك قيمة وسط السوق، أنا اللي شجعتك عملت لك حس وقبلتك وأنا ما بحبكش وسكت، جاي دلوقتي تدوس عليا؟ ده أنا بقى موتي وسني اللي يدوس عليا. ايه اللي جابك؟ انت اللي جبتي لنفسك، ما انت قاعده في البيت وراكزه وانا اللي بلف وابرم وارجع لك اخر الليل، مين اللي بخي في ودانك؟ ايه اللي جد؟ غيرانة ولا وحشتك ولا في حاجه اتغيرت؟ ها، ما انت عارفاني بحب النسوان واحب امشي ورا النسوان، وانت عارفه وما بتساليش لحد ما نسيت انك مراتي، عمرك ما بصيتيلي على اني جوزك. هقد بعضها انصاف، زي ما بتنوريني بنور، زي ما بتخططيلي بنفذ، قلت لي اركب مكان اخوك وكوش على فلوسه وابنه، ركبت وكوشت. انا بحبك اكتر من الاول لانك انت اللي عملتي كل ده، جاي دلوقتي وعايزه تهدي لي ايه؟ على حاجه تافهه؟ وانا كنت بخطط كل ده عشان تنبسط انت؟ كنت بتلون زي التعبان عشان تطير بعيد عني؟ من يوم ما اتجوزتك يا مجدي وانت ملكي، ومن يوم الفرح وانا بشرب كاس المر لحد اخره عشان بس احقق اللي انا عاوزاه وادوس على رقبه اماني، بس يا خساره حظها حلو اتجننت وخلصت حسابي معاها بدري، مع ان كان نفسي حسابي يطول معاها، بس المهم دلوقتي انا قاعده على كرسي الفلوس والوكاله وكل حاجة، وانت تنفذ اللي انا عاوزاه وبس. طب اهدي اهدي، ايه اللي طبق لسانك كده؟ بتعفري في وشي ليه؟ دي بنت هبلة من الشارع، نزوة وراحت لحالها. نزوة؟ بقيت تعرف تقول نزوة؟ بقول لك ايه؟ انا محدش ابدا يضحك عليا، انت فاهم ولا لا؟ اهدي 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 بس، السلاح يطول والشيطان بيلعبك، انا لو منك اسامحني. اطنش، خشي خشي اعمل لنا كوبايتين شاي وشغلي التلفزيون، الايام بتنسي، ولا اقول لك تعالي نتعشى بره. دم تبعتيني كده خلصت حقك؟ اه روح اطلبي الدكتور، ده مش وقت التناحي.